لليوم الثالث وصلت المواقع المخصصة لبيع الأضاحي في المملكة استقبال المواطنين الراغبين بتأدية هذه الشعيرة وسط إقبال متفاوت. من أحد مواقع بيع الأضاحي في منطقة سويلح بالعاصمة عمان ينضم إلينا مراسلنا أمين سليم لإطلاعنا على الواقع هناك. أمين، الكلمة لك. نعم ليلى، بالفعل يعني لليوم الثالث ما زال الأردنيون يأتون إلى مواقع بيع الأضاحي لأداء هذه الشعيرة، وهي الشعيرة الأهم في عيد الأضحى المبارك. إقبال المواطنين على مواقع بيع الأضاحي وعلى شراء الأضاحي يعني كان إقبال متفاوت وإقبال متدني تقريبا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في البلد. للحديث أكثر عن الأسعار وعن إقبال المواطنين على شراء الأضاحي معي أحد التجار هنا في موقع بيع الأضاحي في صويلح. أولا كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافية. بدنا نحكي أكثر عن كيف كان إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال فترة العيد، اليوم الثالث في العيد، وكيف كان الإقبال خلال هذه الثلاث أيام؟ والله أول شيء كل عام وانتم بخير، مساء الخير لكم وللرؤية. إقبال كان ضعيف بالنسبة للعام، لأنه الناس أخذت فكرة أنه الأسعار متدين، الناس كثير متدنية. إحنا التجار باعونا بسعر وجوا حطون جنبنا هنا، صاروا يبيعوا بسعر أقل ما إحنا شرينا منهم. لهم التجار الكبار اللي بيستوردوا الروماني بيجيبوا الأغنام، وطلعوا على طبعا على الأخبار إنه الخروف ناقص 100 دينار عن العام. لما تحكي أنت هيك مين بده يشتري منك؟ لما تقول الخروف 170 دينار للبلد يقول لك لا حطوا بالأخبار 120، الروماني تقول له 150 يقول لك حطوا بالأخبار 100. كل هذا كمان أثر علينا إحنا كتجار يعني. طيب يعني بشكل عام أسعار الأضاحي كيف كان ما بين البلدي والمستورد؟ ومقارنة بالأعوام الماضية هل هو فعلا أقل ولا أعلى من السنة الماضية؟ السنة بالذات تقريبا كان البلدي والروماني نفس السعر، ما صارش فيه شحن، والبلدي كان كثير ونزل سعر البلدي وسعر الروماني. يعني احنا أخذنا اللي ربى بلدي كلفه 200 باعوا 170 160 ليرة، يعني خسارة السنة كانت الله يعلم فيها، بس الحمد لله على كل شيء يعني، وربنا سبحانه وتعالى بيعوض. طب يعني متوسط الاسعار تقريبا للاضحى من 115 120 130 140 الكبير، هذا الروماني. الروماني البلدي بعناه ب 170 180 دينار و 150 بعناه و 140 بعناه، لانه السوق واقف، هاي غنم ترجع مصيبه يعني، بتكلفنا اكثر مما انك بدك يعني، خساره اساسا بتخسر بعد العيد. طيب يعني اسعار تقريبا مشابهه لاسعار الاضاحي العام الماضي، مش اقل ولا اعلى بالنسبه للمتداوله، لكن رغم هذا كان الاقبال ضعيف من المواطنين. هو اجمالا الوضع يعني مع الناس سيء يعني، الله يكون بعون الناس. هسه عندها اضاحي بعد 10 ايام 5 ايام في مدارس، والناس شفت عينك يعني، كلها ابواب الله يعني، مين يجلس حق ضحيه 150 ليره وهو قاعد بقول في عندي بكره مدارس ابدا. عرفت علي شو اللي صار يعني؟ كمان اجى الوقت كان متناقض مع المدارس يعني، بس يعني شو بدك تحكي، السوق هذا الحمد لله رب العالمين. طيب شكرا جزيلا لك وكل عام وانتم بخير. انت بألف خير. بدي يعني اسالك يعني عن هذا الموقع الاماني، خاصه هذا الموقع لبيع الاضاحي، هل هو موقع مناسب برايك؟ هل كان في خدمات متوفره لكم؟ هل في نواقص مثلا؟ والله الاماني ما قصرت، اشهد لله يعني، زبطت الموقع تنظيف كامل، حطت سوت شوارع بالنص، حطت اناره، يعني ما قصروا لا الشهادة لله يعني، موقع مناسب. وكانوا يعني الكوادر كانت أول بأول، تنظيف عزك الله اللي بيطلع الروث تبع الغنم ودكاترة الأمانة، وكله كان الرقابة وكل شيء موجود يعني، الحمد لله الأمور متوفرة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. يعني أيضا معنا من أمانة عمان أيضا مراقبين في هذا الموقع للحديث أكثر عن رقابتهم، عن دورهم في هذا الموقع، وأيضا عن الخدمات التي يقدموها. يعطيك العافية. بداية بدنا نحكي عن هذا الموقع، حضرتك مراقب في هذا الموقع، يعني راقبتوا على جودة الأضاحي الموجودة في هذا الموقع، كيف كان تقييمكم للثلاث أيام الماضية؟ في عنا هسه احنا كوادر من مراقبين للموقع مشرفين، في عنا كوادر أطباء بيطرية بعالجوا الوضع إذا في إشي في الأضحية في ما فيها إشي، في كمان عنا كوادر صحة للمخالفات الذبح العشوائي، ذبح يعني طريق غير صحيحة، عندنا كوادر كمان البيئة أول بأول تنظيف الحاويات، عندنا كمان رعاية الحيوان بيكون موجود، يعني ممنوع حدا يجر الأضحية يعني برفق بأمور سهلة، في عندنا كمان جماعة كادر الرش برش الحاويات عشان الحشرات وعشان الأمور هاي، عرفت علي؟
فاحنا متابعين اول باول الامور هاي، واللحامين ما شاء الله عليهم يعني متعاونين معنا جدا جدا، يعني الحمد لله فضل من الله ما في عنا ولا حدا مخالف، وعنا ما شاء الله الموقع نظيف جدا جدا والامور جيده جدا جدا. طيب بالنسبه للاضاحي بشكل عام، لمراقبتكم على هناك يعني مواصفات معينه يجب ان تكون بالاضحيه، مواصفات صحيه، مواصفات طبيه، كيف كان تقييمكم بشكل عام للاضاحي المتوفره في هذا الموقع؟ اكيد في، يعني بيجي الزبون باخذ اضحيته بناد على الكادر الاطباء البيطريه بفحصوا له اياها، اذا كانت جيده بقولوا له جيده، كانت جيده جيده، يعني بتاخذ الاجراءات هاي، ما كانت جيده بتاخذ اجراءات الصحه، جماعه الصحه بخلفوه، يعني انت امورك مش جيده. او في عنا احنا زي ما تقول ناخذ تامينات بحاله انه خالف، اذا خالف بنصدر له التامينات، اذا ما خالف بنرجع له التامينات مع انه مشكله. يعني رصدتوا اي مخالفات خلال فتره الثلاث ايام الماضيه؟ لا لا، الامور جيده والشباب ما شاء الله عليهم، وانا اللحامين متعاونين معنا جدا جدا، ما حدا يعني خالف ولا حدا اعترض ولا حدا يعني قدم عن حظيرته او تعدى على زميله، ما في نهائيا. طيب هل يعني الامانه هنالك دور في مراقبه الاسعار او ضبط الاسعار خلال الفتره الماضيه او لا؟ مراقبه الاسعار احنا كاماره عمان ما لنا علاقه فيها، هاي بتكون من الغذاء والدواء، الصناعه والتجاره، احنا كاماره عمان مجهز مواقع لهم متخصصه للذبح عشان يكون عندنا ذبح عشوائي، امور بتكون جدا سيئه يعني في المنطقه، يعني بتصير امور صعب شوي علينا، فاحنا بنحصر الموقع وبنظبط لهم الوضع وبنجهز لهم الامور وخدمات وكل شيء، وهم متعاونين والحمد لله فضل من الله، يعني الامور جيده جدا جدا. شكرا جزيلا لك ويعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بخير. إذن يعني هذا كان دور الأمانة في هذا الموقع، نستعرض معا يعني هذا الموقع الذي وفرت الأمانة فيه مختلف أحجام الحظائر للتجار الذين يرغبون بتقديم الأضاحي خلال فترة العيد. ما زالت فترة الأضحية مستمرة حتى مساء غدا اليوم الرابع، حتى تغيب شمس اليوم الرابع من العيد بإمكان المواطنين أن يقوموا بالتضحية، هذه الشعيرة الأبرز في عيد الأضحى المبارك. معي أيضا أحد العاملين في هذا الموقع وهو لحام، يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير وينعاد عليك بالصحة والسلامة. يعني بداية بدنا نحكي، انتم في هذا الموقع وفرت لكم الأمانة كل ما يلزمكم أو كان في نواقص أو من هذا القبيل؟ من ناحية الأمانة ما قصرت وتمت بفينا، والنظافة وتابع الموضوع برش الحشرات ورش المية وعشان الغبرة ودكاترة كمان ما قصروا ولا حد ضايق يعني ولا سووا لنا شيء. طيب نحكي عن الأضاحي بشكل عام خلال هذا الموسم، يعني أسعار الأضاحي تقريبا أقل من السنة الماضية بفارق بسيط، لكن الإقبال كان قليل. كلحام حضرتك أنت لما يعني لحمة نوع اللحمة ونوع هل فرق عن السنة الماضية؟ هل في كان مشاكل والأمور كلها تمام؟ لا إن شاء الله السنة كان أحسن من العام الماضي، واللحمة نظيفة والخرفان نظاف وما في أي مشكلة يعني بالخرفان كانت. تمام، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية وكل عام وانتم بخير. لأن يعني هذا كان أبرز ما يحصل هنا في هذا الموقع. نؤكد مرة أخرى أن الإقبال كان ضعيف مقارنة بالأعوام الماضية، وخاصة أن الأسعار يعني متدنية أقل من العام الماضي، لكن إقبال المواطنين كان ضعيف، وخاصة بهذا الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنين الأردنيين. هذه الصورة لدي، أنقل الكلمة إليكم في الاستوديو.